حياكم الله ونبدي وياكم فقرتنا من اختبارات الصف الثاني عشر واللي انطلقت اليوم. فقد أكد وزير التربية والتعليم العالي الدكتور علي المضف على هامش جولته على عدد من المدارس إن الاختبارات انطلقت في أجواء مهيئة ومناسبة وسط استعدادات من قبل مختلف قطاعات الوزارة، ما جعل عملية الاختبارات تسير بكل سلاسة. طبعا اليوم بداية اختبارات الصف الثاني عشر للثانوية العامة القسم العلمي والأدبي، وخذت جولة يعني بسيطة في بعض لجان الاختبارات في بعض المناطق التعليمية، والله الحمد والمنة ما رأيته من استعداد كامل من الوزارة بكافة طواقمها التعليمية والإدارية لمثل هذا اليوم. اللي ما رأيته سيشر ويشرف أمانة، والله الحمد صارت الأمور بكل سلاسة. الله الحمد، هذا جهد مو من اليوم، جهد صار له شهور الوزارة تعمل له. إلى ذلك توجه صباح اليوم أكثر من 48 ألف طالب وطالبة إلى اللجان لخوض الاختبارات، حيث اختبر طلبة العلم مادة الرياضيات، بينما اختبر طلبة القسم الأدبي مادة اللغة الفرنسية. وكانت وزارة التربية قد أجرت بروفة ناجحة يوم أمس لنقل أوراق الامتحانات من المطبعة إلى اللجان. طبعا أنا 12 علمي، القاعة كانت بصالة البدنية، كل 12 علمي ويا بعض. الامتحان كان يعني صراحة سهل، شربة ماي ورب الكعبة، يمكن عندي بس غلط واحد اختياري فقط لا غير، هذا بالرياضيات. ان شاء الله الله يكتب الخير امتحانات الجايه. كان في تفتيش، الدش تفتشونك هني وعند الباب، ما يصير تروح حمام، قاعدتك وحده تروح حمام قبل الامتحان عشان يمنعون الغش وكذي. اليوم امتحان الرياضيات كان حيل سهل، نفس الاسئله بالكتاب نفس الارقام بعد جايبين، حيل سهل. اليوم امتحاننا فرنسي، احنا 12 ادبي، وامتحان كان عده سهل، والمراقبين كل شيء تمام، كله اوكي. التفتيش العادي اللي مع الامتحانات الفاينل اللي بالأجهزة، وكان هدوء ويعني ماكو ازعاج من الأساتذة ولا شيء. صفي 12 أدبي 2، طبعا الاختبار كان سهل حق اللي دارس، اللي مو دارس طبعا راح عليه، والمراقبين يعني ماسكين النظام وما تقدر تغش طبعا. وفي أروقة مجلس الأمة عقدت اللجنة المشتركة بين لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية والشؤون التشريعية والقانونية الاجتماع الثالث لمناقشة التقرير الأول فيما يخص تعديل قانون التأمينات الاجتماعية. وقال رئيس اللجنة النائب أحمد الحمد إن اللجنة انتهت إلى صرف منحة 3000 دينار للمتقاعدين وزيادة هذا العام 30 دينار، على أن تكون الزيادة السنوية 20 دينارا من العام المقبل. انتهت طبعا اللجنه، كما استقرر اللجنه بالاخير انه طبعا هو ما زال مشروع القانون يتكلم عن 3000 منحه 3000 دينار، وكذلك الزياده السنويه السنه هذه من 1/8 22 30 دينار استمرت 30 دينار، ومن السنه القادمه 1/8 2023 تكون زياده سنويه 20 دينار. وطبعا هذا كان هناك حضور من اعضاء اللجنه المشتركه 12 من اعضاء الزملاء النواب، تم الموافقه من 11 نائب وعدم موافقه من احد الزملاء النواب. ناقشت لجنة شؤون البيئة تكليف المجلس لها ببحث الآثار المصاحبة للزلزال الذي ضرب الكويت أخيرا، وما قد ينجم عن ذلك من أضرار وتلوث على البيئة والبنى التحتية للدولة. وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور حمد المطر إن أغلب الحضور أكدوا عدم وجود أي دور مباشر لعمليات الحفر وراء حدوث الزلزال. هل القطاع النفطي والعمليات الحفر والمصاحبة له دور مباشر؟ معظمهم قال ليس هناك أثر مباشر من ما يحدث من عمليات حفر في قضية الزلازل، وهذا كان كلام جميع المختصين، بالذات وجود الأستاذة الدكتورة فريال بربيع وهي خبيرة من جامعة الكويت أكدت هذا الكلام، كذلك الدكتور مبارك الهاجري. قال الأمين العام لمعهد الكويت الاختصاصات الطبية الدكتور فواز الرفاعي إن تجديد الاعتراف المؤسسي من الكلية الملكية الكندية عكس إصرار المعهد على التميز المؤسسي والطموح غير المحدود بمواكبة أحدث المستجدات العالمية. جاء ذلك في كلمة له خلال حفل تجديد حصول معهد كيمز على الاعتراف المؤسسي من الكلية الملكية الكندية للجراحين بحضور وزير الصحة. هذا الاحتفال لتجديد حصول معهد الكويت للاختصاصات الطبية على الاعتراف المؤسسي من الكلية الملكية الكندية للأطباء والجراحين، وحصول عدد من البرامج على الاعتراف الأكاديمي وهي التشريح المرضي، طب الأطفال ومبادئ الجراحة.
الذي يجمعنا اليوم باعتبارنا شركاء في إنجاز هذه المهمة بالتعاون مع فريق الاعتراف بالكلية الملكية الكندية للأطباء والجراحين. اقتصادياً، أعلنت وزارة النفط اليوم عن الانتهاء من مشروع ذاكرة النفط الرقمية، والتي من خلالها نجحت الوزارة في تحويل كل الأرشيف النفطي لدولة الكويت من صور ووثائق نفطية تاريخية وكتب ومجلات وإصدارات مختلفة إلى الحفظ الرقمي وجعلها مادة سهلة التداول. وقال وكيل وزارة النفط الشيخ الدكتور نمر الصباح إن تطبيق مشروع ذاكرة النفط الرقمية يعد نقلة نوعية في كيفية الحفاظ على أرشيف نفطي يمتد لعشرات السنين. أكد وزير الإعلام والثقافة الدكتور حمد روح الدين الاستمرار والحرص على دعم الشباب الرياضي الكويتي في مختلف الألعاب الرياضية وتهيئة أفضل السبل أمامهم للتميز والتألق في أهم المحافل الرياضية. جاء ذلك في تصريح للصحفيين عقب حضوره حفل ختام منافسات بطولة الأكواثلون الدولية التي نظمها النادي الكويتي للترايثلون بمشاركة أكثر من 250 لاعبا ولاعبة من عدد من الدول العربية والأجنبية. حضروا جميعا مشاركين في هذه البطولة. أمانة أشكر الأخوان المنظمين على التنظيم الأكثر من رائع، وأيضا أشكر أبطالنا أبطال دولة الكويت على حصدهم هذه الجوائز القيمة في هذه البطولة، وإحنا مستمرين في دعم الشباب والبطولات الرياضية أينما كانت إن شاء الله بإذن الله. ختام أخبارنا باختصار والتفاصيل على رأس الساعة، إلى اللقاء.